بنيات صبيان تيجي تلعب عالمي، يبقى حنا السكران قاعد خلف الدكة عم يحلم في بنت الجيران. لاي 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 وتنسيني وتنسيني وتذكري حنا السكران. حلوة بنت الجيرة راحت بليلة عيد وتسكر الدكان وتعمر بيت جديد، بعدو حنا السكرة عحيطان النسيان يغني وتحزن بنت الجيرة. لاي 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 وتنسيني وتذكري حنا السكران. وكان عنا طحون عنا بعين المي قدام ساحات مزروعة في جدي كان يطحن بالحي قمحو سهرية ويبقوا الناس بهالساحة شي معهون كياس شعربية رايحين جايين عطول الطريق نهدر دنيا. يا سهر الليالي يا حلوة على بالي نغني 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 على الطرقات. ويا يا 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 سهر الليالي يا حلوة على بالي نغني 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 الطرقة. بدكم زكفة ما بزبط، يعني عزف رائع وغناء رائع، عن جد متميزين، شكرا لكم. ولازم ابراهيم ما ننسى نعايد على زميلتنا كاتي فراج، أكيد. زميلتنا العزيزه والغاليه علينا جميعا، كل سنه وانتي سالمه وميري كريسماس وهابي نيو يير لك، والله يخلي لك كل احبابك يا رب وكل حدا بتحبيه. احكي لك كل عام وانتي بالف خير يا رب، وينعاد عليك دائما بالصحه والعافيه، ان شاء الله تكوني عم بتابعينا هلا. اكيد. وايضا يعني من كافه زملائنا في الاستديو عم بحكوا لك كل عام وانتي بالف خير وبعيدوا عليكي. أكيد إبراهيم، يمكن هاي المرة الأعياد عم ترجع بظروف استثنائية صعبة، إجراءات خلينا نحكي بتختصر من نوع الاحتفالات اللي ممكن تصير في بشكل يعني روتيني بكل العيد وبكل عام. اليوم نتحدث عن يعني كيفية تأقلم العائلات المسيحية مع الظروف الراهنة واحتفالهم بنفس الوقت عشان الأطفال وعشان أجواء العيد وعشان السلام والمحبة اللي دائما بيحاولوا يوصلوا لكل الأشخاص اللي حواليهم من خلال الرسائل السامية من هذه الأعياد المجيدة. رح نتحدث عن كل هذه التفاصيل من خلال الأب رفعت بدر، فحابين نصبح عليك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير وكل عام بخير شهد. أنت بخير أبونا. وكل عام بخير إبراهيم. شكرا لك. والأسرة الأردنية الواحدة إن شاء الله. يعني أول شيء كل عام أنت بخير وينعاد عليك دائما بالصحة والعافية. وبالبداية نتحدث عن هذا العيد ومعاني العيد ورسالته من محبة وسلام، وقد إيه دائما بيزيد يعني كل سنة على نفوس الجميع. نعم. هذه اللي إحنا نحكي الثغرة اللي دائما إحنا نلعبها بالمحبة والسلام وبتكون في تآلف بيننا جميعا. يعني بدي أعيش أجواء العيد هاي السنة يجي على استديوهات التلفزيون. الله.
ما شاء الله عليكم خالقين جو حلو مع الفرقة الموسيقية مع التقديم شجرة العيد، كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير يا رب. ويعني أنا أحب أبدأ صراحة من الأخبار اللي قرأتها أخ إبراهيم قبل شوية وهي السنة السنوية لجلالة سيدنا الله يطول عمره. يعني من 20 سنة هذه السنة عيد الميلاد عطلة وطنية في الأردن. وكذلك جلالة سيدنا بيلتقي برؤساء الكنائس في الأردن وفلسطين. بالرغم من جائحة كورونا لم تستطع أن تمنع هذا اللقاء، وحدث لقاء يوم أمس أونلاين. لذلك نعتبر أن كل الأسرة الأردنية تحتفل بهذا العيد، خاصة أنه من 20 سنة جلالة سيدنا أعلن عيد الميلاد عطلة رسمية لكل المواطنين. صحيح. هذا بالفعل يشعر الإنسان بالجو الأسري العائلي. صح. الآسر في الأردن صراحة. أكيد. لذلك هذه السنة بالرغم من صعوبة الاحتفالات الخارجية لكن جوهر العيد واحد. طبعا. والفرح موجود والحمد طبعا. لله الحمد لله دائما. أبونا خلينا نحكي شوي عن يعني استقبال العائلات المسيحية، استعدادهم لهذه الأعياد، احكي لنا هيك بعض التفاصيل عن استعداداتكم للاحتفال. نعم. بعيد الميلاد المجيد. يعني مع الأسف حصرت الاحتفالات هاي السنة، يعني ما فيش احتفالات خارجية كثير، حتى الأمسيات الترانيم المميزة كانت كل سنة صارت أونلاين. يعني الجوقة الموسيقية بتعمل العرض تبعها بدون جمهور. نعم. ويبث أونلاين، يعني الأونلاين السنة هو المسيطر على الساحة. صحيح. لكن هنالك طبعا أجواء روحية. وهذا الجميل صراحة في بيوتنا وفي عائلاتنا وفي كنائسنا، أنه بالرغم من غياب المظاهر الخارجية البراقة كما في كل سنة، لكن هذه السنة أيضا هنالك تركيز على البعد الروحي. وهو أن عيد الميلاد برضو تقوية روحانية الإنسان. بالتأكيد. وتقوية محبته للقريب. ولذلك الأطفال طبعا بيسألوا عن سانتا كلوز، بابا نويل، فيش هنالك هالمواكب بابا نويل التي تجوب الشوارع وتطرق الأبواب وبتعطي الطفل هدية مع الأسف، لكن الأهل عمالهم بيبدعوا بطريقة إيصال، بيبتكروا أفكار جديدة، طريقة جديدة لإيصال الهدية لابنهم أو بنتهم. هذيك اليوم شفنا لقاءات افتراضية سانتا كلوز مع مجموعة أطفال على الزوم مثلا. 200 طفل بيجتمعوا بصيروا يسألوا بابا نويل، هو طبعا بيضحك ضحكته المعهودة وبيجاوبهم بطريقة حلوة تشعرهم بالفرح. بعد شوي الأهالي طبعا بيكونوا محضرين هدية، بيقولوا هاي بابا نويل مش قادر يجي السنة لكن بعث لكم هدية. يعني في ابتكار، في إبداع. صح. لكن في بالرغم من كل هذه المظاهر المحصورة، ركزنا كما في عيد الفصح كمان، يعني هذا مش أول عيد منعيشه بهذه الأجواء الكورونية، يعني الجائحة فرضت نفسها. لكن الحلو أنه في عيد الميلاد هنالك إتاحة المجال للناس أن تصل إلى الكنائس. في عيد الفصح كان طبعا إغلاق كامل. صح. صح. وبنفس الوقت الناس صلت معنا على الأونلاين والديجيتال اللي كنا نبثه. هذه اليوم مثلا اللي هو كريسماس إيف أو عشية عيد الميلاد هنالك صلوات. وشو عملنا؟ قسمنا عدة صلوات، يعني مش إنه صلاة واحدة تيجي الناس على فترات. تدافع على فترات من الساعة 4 للساعة 8:30 هنالك قداديس، هنالك احتفالات دينية. طبعا ما بعد الاحتفال الديني ما فيش مظاهر، فيش عزف كشاف زي كل سنة، فيش توزيع هدايا، فيش مصافحة، فيش تقبيل. احنا كشرقيين كعرب بنحب نبارك. صح. لبعضنا البعض. طبعا. لكن اعتقد الناس وعيت بعد كل هالأشهر. صحيح. هاي صار في هنالك تباعد في الكنيسة، في هنالك كشاف بنظمه الدخول وخروج المؤمنين، فيعني ما في خوف والحمد لله. نشجع المؤمنين يجوا على الكنيسة اليوم يصلوا لكن باتباع كامل للإرشادات وقواعد السلام العامة. ممتاز. يعني أبونا دائما العيد موجود حتى يرجع يذكرنا بأنه لازم نتمنى الخير لغيرنا. نعم. لازم يكون في محبة وسلام بيننا، لازم دائما نكون ماكلين هم بعض وندير بالنا على بعض. نعم. قدي العيد فعلا بيحقق هذه الفكرة، قدي دائما بذكرنا، ودوركم أكيد قدي بتشوف مهم ومسؤوليتكم كبيرة بهذا الخصوص. لا شك أنه هاي السنة كمان بدنا نأخذ بعين الاعتبار زيادة الفقر والبطالة في مجتمعنا الأردني العربي العالمي أيضا. يعني الجائحة مع الأسف أثرت على العديد من العائلات، وهنالك انتباه خاص للعائلات الأكثر تضرر في هذه السنة، لأنه بدون محبة وبدون عطاء العيد لا معنى له.
لذلك في جمعيات خيرية في داخل الكنائس، في داخل أيضا مؤسساتنا التعليمية، أيضا يعني في المدارس، هنالك انتباه للعائلات الأكثر تضرر بسبب جائحة كورونا، لذلك تم توزيع طرود أو مال على بعض العائلات المستورة البحاجة أكثر من غيرها. أعتقد هذا بيعطي معنى وطعم للعيد، بالإضافة إلى فرح الأطفال، هنالك محبة العائلات خاصة الفقيرة المتضررة، وهنالك أيضا طبعا العناية بالمرضى والمصابين، يعني في قسم كبير مع الأسف انصاب وبيقدرش اليوم يصلي، فهذا سيكون في قلب صلاتنا في هذا المساء، وهم يتابعون معنا، يعني بيجينا مسجات مثلا على الفيسبوك على السوشيال ميديا انه احنا اليوم اذكرونا بصلاتكم، ما بنقدرش نيجي، الله يشفيهم يعني. كمسنين كمصابين كمخالطين، ومنحيي طبعا كل الجهود التي بذلت هذه السنه في اردننا الحبيب، وسترفع الصلاه من اجل جلال سيدنا الله طول عمره، من اجل الاسره الاردنيه الواحده، من اجل الجهات الامنيه، من اجل الجهات الطبيه والتمريضيه اللي وضعت أنفسها، يعني اليوم سيصلى من أجل الشهداء، شهداء الكورونا الذين ضحوا بحياتهم في سبيل أن تسلم صحة الإنسان وصحة المواطن، هذا جميل جدا. يعني اليوم كنائسنا مع رفع البخور مع أناشيد الميلاد الرائعة سوف ترفع أيضا الصلوات من أجل كل إنسان عمل بإخلاص في هذه السنة وضحى ووضع نفسه في المقدمة، وهنالك قصص بطولية جدا لأطباء وممرضين، منحييهم ونقولهم الله يعطيهم العافية هاي السنة. شكرا لكلامك الرائع أبونا، ويعني حابة أنتقل معك إلى جانب المستلزمات وزينة الأعياد. يمكن هناك يعني شفنا في مؤخرا في المتاجر وإلى ذلك وفي المجمعات التجارية أن هناك يعني أماكن معينة خصصت لأعياد الميلاد المجيد ومستلزمات، هل كان هناك حركة تجارية؟ هل كانت ضعيفة؟ هل كانت يعني نوعا ما منيحة؟ هل كان هناك إقبال؟ كيف نظرتكم يعني للموضوع؟ معروضات كثيرة، نعم كانت كحلويات طبعا، ووزينة العيد كانت موجودة، في إقبال من الأهالي. في عنا طبعا نقص هذه السنة أنه فيش مثلا بازارات، نعم البازار كل سنة كان مناسبة سنوية، أول شيء تجتمع الناس تكيف تفرح مع بعض، اثنين أنها تفيد بعض العائلات برضو اللي كانت تستفيد من وراء البازار. هذه السنة لربما يعني قل الإقبال لأنه فيش بازارات فيش تجمعات، ولكن في بيوتنا يعني إحنا عملنا مثلا على موقع أبونا اللي نشرف عليه مسابقة لزينة البيوت، ولاحظنا أن الناس بالرغم من غياب المظاهر الخارجية السنوية، مع أنه الشجرة أضيئت يعني وباحتفالات الرسمية، لكن بدون جمهور في عدد من المحافظات مملكتنا الحبيبة، وأصبح هذا كما ذكرت أخ إبراهيم سنة سنوية. البيوت تزينت، يعني نريد بالفعل ألا نخلط الأمور، غياب مظاهر الاحتفال ليست غياب العيد، وبالتالي العيد موجود، العيد موجود. هلا بكرة مثلا هو يوم حظر ويوم العيد، العائلة تجتمع في أي مناسبة، يعني دعونا نقول كما نقول هاي يعني رسالة أخيرة منك أبونا عشان نستخلص الخير من الشر، أنه بالرغم من الإغلاق والحركة المحدودة يوم غد في عيد الميلاد المجيد، لكنها مناسبة لاجتماع العائلة وتقوية أواصر المحبة داخل العائلة، والصلاة المشتركة أيضا في البيوت عبر وسائل التواصل، لأن عائلاتنا بحاجة إلى تمتين قوتها. العائلة هي نواة المجتمع السليم، عائلة تحب يعني مجتمع يحب. أبونا إلك أمال للعام القادم للأعوام القادمة تختم فيها اللقاء يعني بشكل سريع؟ أكيد الأمنية العامة في كل العائلة البشرية هي شفاء البشرية وشفاء وطننا الحبيب مما ألم به، وشفاء الإنسانية جمعاء كما عهدنا القول هذه الأيام، ولكن بنفس الوقت هنالك أيضا غياب العدالة والسلام في منطقة في عدد من المناطق، وخاصة في فلسطين القدس بيت لحم التي تحتفل بالميلاد ولكنها ما زالت طبعا تتوق إلى الاستقلال والحرية. كل هذه النيات نضعها، وإن شاء الله ربنا
ربنا ينعم علينا بهذا العام أن يكون عام الشفاء يا رب. بإذن الله يا رب يا رب. يعني أبونا نشكرك على الكلمات اللي يمكن رفعت من معنويات وأيضا شعرتنا بكمية الخير اللي موجودة الحمد لله. والمحبة اللي موجودة. نتمنى دائما تنعاد كل سنة ولكن دائما من فرح لفرح إن شاء الله أجواء هجائحة هاي تروح. وأيضا يعني ركزت على نقطة مهمة بأنه غياب الفعاليات لا يعني غياب الفرح، الفرح لا. موجود دائما نعم في الداخل شكراً. إن شاء الله ميلاد مجيد ويعني مكلل بالخير والمحبة والسلام وأنتم ملح الأرض ويعطيكم ألف عافية شكرا وعام مبارك للجميع إن شاء الله بإذن الله شكرا لك.